هي فرحة بالعبور في اتجاه الحلم الأكبر. فأكثر من 250 مهاجر إفريقيا جنوب الصحراء نجحوا في عبور السياج الفاصل بين المغرب وجيبي مليليا الإسباني، والذي يبلغ مساحته حوالي 13 كيلومتر مربع. وبحسب وسائل إعلام إسبانيا، فإن 18 مهاجراً وثلاثة عناصر من الشرطة المدنية تعرضوا لإصابات متفاوتة إثر استخدام المهاجرين خطافات للتسلق على السياج الحدودي. تسرب العديد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بهذه الكيفية إلى مدينة مليليا المحتلة هو يعني يدخل في سياق ذلك الضغط الهائل الذي يتعرض له المغرب في غياب التنسيق كما كان الشأن عليه قبل الأزمة المغربية الإسبانية من جهة، وهو كذلك يحيلنا على التعاون الأوروبي المغربي فيما يتعلق بملفات الهجرة. اليوم نلاحظ تلك الإدانة التي عبر عنها البرلمان الأوروبي والتي كانت في غير محلها، وذلك المجهود الذي يقام بشكل يومي فيما يتعلق بحماية أوروبا من هذا التدفق الهائل للمهاجرين. هذه الهجرة الجماعية تأتي بعد شهرين من تدفق حوالي 8000 مهاجر غير نظامي إلى جيبي سبتة الإسبانية، وهي أكبر هجرة جماعية تاريخية في شمال إفريقيا. الشراكة الأمنية بين المغرب وإسبانيا هي واحد المثال يحتذى به، وكان المغرب يتحمل المسؤولية ديالو الكبيرة في هذه الشراكة الأمنية، شراكة ديال ضد الهجرة السرية وضد الاتجار في البشر والجريمة المنظمة والإرهاب والاستقرار. هنايا المغرب ما يمكنش يبقى دائما يلعب الدور ديال الدركي بدون المقابل ديال الطرف الآخر. محاولات الهجرة الغير النظامية بشكل جماعي تأتي تزامنا مع الاحتفال بالأعياد في المغرب، ما يعطي فرصة العبور بعد انتظار لسنوات. المهاجرون ورقة في تأزم العلاقة ما بين المغرب وإسبانيا، وكما يرى المراقبون أن المغرب لا يمارس ضغطا على إسبانيا، وإنما يريد أن يعيد كل طرف من الأطراف حساباته السياسية ويختار شركائه. وكما أعلن جهرا أن الرباط لن تلعب دور الدركي لأوروبا. إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط.